ليه أنت موجود في الأرض؟ من أجل أن تعيش سعيد لكن ماذا حدث؟ أتوا بالماتريكس ها؟ معايا أنتوا؟ أتوا بالماتريكس وبرمجوك وقالوا ماذا قالوا؟ قالوا هذه شعوذة من أجل أن يبعدوك والناس خافت وأتوا بالدين الاله المعاقب يا امراه تحجبي يا امراه يجب ان تصلي خمسه مرات وعلى المراه بالذات ما بعرف ليه على المراه يعني على المراه كانها هيك مستهدفه وقالوا هذه شعوذه ها وقالوا هذا سحر من اجل ان يبعدوك في حين هو هو على العكس تماما هذه تحررك لان هذه رمز المحبه ماذا تعني الشجره؟ ما معنى شجره؟ ما معنى ارض؟ ما معنى ماء؟ محبه خير سلام فهي عكست المعادله الكونيه مع الاسف يعني ازالوا هذه العدد قالوا هذا كفر هذه شعوذه طيب اوكي ما هو البديل؟ البديل اتوا بالاله المعاقب يراقبك والمشكله بالدين بدات الناس تتجه للدين اصبحوا يوسوسون وسوسه في الصلاه يعني كيف هذا الاله وانت تعبد هذا الاله ويبدا الشخص نعم وسوسه جدا قويه وماذا قالوا قالوا على اساس الوسوسه من الشيطان هو على العكس هو الوسوسه من اله الدين هو هذا الاله نفسه لاحظوا الاله بالدين بوجهين انتبهوا شباب هو عنده وجهين وجه يمثل الخير من اجل انك تصدقه فعندما تصدقه تقع بالسلبيه بتاعته فهو عنده وجهين هو يمثل امامك ممثل يمثل الخير ويمثل التخويف ولهذا تجد الناس جدا عندها صعب الخروج من الدين ليه لان كل ما يريد ان يخرج هو يتذكر في القران الايات الجميله يقول ما هو القران يقول ايات العطف والعطف على على اليتيم ومساعده الفقراء نقول لكن هذا هذه قصه سيكولوجيه الذي كتب القران هو اله الاوناناكي يعني مش الاله الحقيقي من اجل انك ما بتستطيع ان تتحرر من السجن بتاعه فكلما تريد ان تخرج ياتي الفكر يقول لك ما هو العطف على المسكين فاذا يعني هم الناس يستنتجون اذا بما انه العطف على المسكين فاذا هذا صحيح نقول الجواب هذا لا يمثل العطف على المسكين لا يمثل ان او لا يبرهن ان الاله حقيقي في القران لا يبرهن لانه العطف على المسكين موجود بالهندوسيه وموجود في ال... عند المصريين القدامى وموجود عند الملحدين لا يمثل شيء فهذه حرفت الأشياء الجميلة أمامكم لاحظوها مع الأسف حرفت قالوا هذه شعوذة في حين هذه تغير ظروفك تحميك نعم تملأك بالسلام وتفتح فرص عظيمة نعم تفتح فرص عظيمة هذه هذه الأشياء على بساطتها ليه لأن هذه رمز الخير رمز الخير هذه تحرر الدين لم يحرر الإنسان الدين سجن الإنسان لانه مصنوع على الخوف انت كيف تتحرر كيف انت تتحرر وانت تنتظر يوم القيامه كيف اقنعني انا اتحدى اي شخص ويوم القيامه يصفوه يعني الاهوال بتاعه والفوا كتب طيب كيف تتحرر ما في تحرر ابدا فانت دخلت من اجل ان ماذا ان يسيطرون عليك بمعنى يضعفوك، يقللوك في حين انت خلقت حرا، انت خلقت قويا، ذكيا لانه انت روح الكون، انت روح الرب. فهذه مره اخرى شباب جدا مهمه حقيقه يعني. هذه الامور على بساطتها تغير حياتك، نعم، وتفتح امامك فرص عظيمه جدا. تقبلوا تحياتي.